هذا ويعرض تلفزيون البحرين يوميا في الساعة 9:30 مساء برنامج مجتمع واعي الذي يسلط الضوء على جهود وزارات ومؤسسات الدولة في التصدي لفيروس كورونا. وتشرف إدارة الأخبار بوزارة شؤون الإعلام على إنتاج البرنامج الذي يستضيف جملة من المتحدثين يوميا ويحتوي على مجموعة من الفقرات المنوعة التي تبرز جهود البحرين في مكافحة فيروس كورونا.